www.tunisiennera.com. علاش الدنيا وليت تمشي بالمقلوب؟ علاش تستنى حتى الشمس تطلع من الغروب؟ لازمك خويا تدوب يوم الحساب ما فيش هروب. علاش احفظنا للجوار والفنانين؟ نسينا اليوم اسامي الصحابة من رسول مقربين. نسينا اليوم تاريخ الدين والاسلام، ما عادش نعرفو من وقته تولد عليه السلام. هاك تشوف جينيراسيون فيسبوك انترنت، نسيتنا العبادة ونسينا اليوم الصلاة. مسلمين ولاو يعيشوا كاليهود، اجرام وفساد في الاحرام بلاش حدود. نشوف الجامع فارغ للبارتيات مروحين، والقهوة معبية كل واد اثنين اثنين. عيش حياتك اما خمم زادة في صلاتك، اعتكار للدنيا واعتكار للدين. رو فما خمسة كان علينا مفروضين، خمسة كان علينا مفروضين. الحياة جلت الكافر كي مراقص سجن المؤمن، حاول كون فيها عابر بالرحمن قلبك يؤمن. أخي إن كنت لا تعلم انتبه فتلك مصيبة، أما إذا كنت تعلم احذر فالمصيبة. نسألك سؤال وشوف كيفاه تتحرج، نسألك شنو هما ما نسيك الحجة، ولا وقته ليلة الإسراء والمعراج. ريت كيفاه خليت ضميرك توا في إحراج. عمرك جبت صحيح بخاري وصحيح مسلم، وقريت أحاديث الرسول الرسول الأكرم. عديت وقتك الكل في سكايب ولا مزان، الكل دي نابورت كوا والكل ماشي كلام. كان تقول في لول قلها عليك يا إنسان، نسيت صوت المؤذن ونسيت صوت الأذان. ما قلتلكش ما تشاتيش ولا القهوة ما تمشيش، أعمل حسابك فما دنيا وفما زادة دين. اخرج وتفرهد بالدنيا تمتع، أما زادة صلي وصوم خويا وزيد أركع. ما تتشددش في الدين، الدين يسر يا مسلمين. أعطي حق الدنيا وأعطي حق الدين، وأعطي حق الدين. الإسلام رمز السلام ودين الحق والرخاء، دين العطف والكرام، دين الرحمة والإخاء. اللهم ارزقنا